بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي الطلبة، نقدم لكم المحاضرة السابعة ضمن المحاضرات المسجلة في مادة خواص المواد. في محاضرة اليوم حنتكلم على بعض المعادن الهامة، وحنبدأ بالمواد المعدنية الحديدية، وحناخذ ألف الحديد المطوع اللي هو الروت أيرون. طبعا الحديد المطوع من أهم مميزاته، طبعا أكثر المعادن استخداما في العالم، ويكون من نسبته 5% من القشرة الأرضية. يستخدم في مختلف الأعمال الهندسية والإنشائية بأشكال مختلفة، زوايا، قضبان، مواسير، قضبان مفرغة، وأشكال أخرى مختلفة بما يتلائم مع المنشآت المعمارية والصناعية. أيضا سهل التشكيل ولين قابل للطرق. عيوب الحديد المطاوع الأساسية: ميله الشديد للصدى بعوامل الطبيعة، وللحفاظ عليه يفضل طلاءه بشكل عام بأنواع معينة من الدهانات منعا للصدى. خامات الحديد المفضلة هي تلك التي لا تحتوي على الكبريت، ويستخرج الحديد من مناجم الخامات الطبيعية الموجودة في القشرة الأرضية. ومن أهم خامات الحديد خامات أكسيد الحديد، خامات الحديد المغناطيسي الأسود اللون، الهيماتايت الأحمر أو البني اللون، خامات الكربونات الحديدية ذات اللون الرمادي. كثافة الحديد تبلغ 7.874 جرام لكل سنتيمتر مكعب، ودرجة انصهاره 1539 درجة مئوية. عندنا النوع الثاني من المواد المعدنية الحديدية الفولاذ، اللي هو الستيل، ويسمى كذلك باسم الحديد الصلب، ويتكون أساسا من الحديد المطاوع مضاف إليه الكربون بنسبة أقل من 2%، وكذلك الكبريت والسيليكون والمنغنيز بكميات أقل. وكلما كانت نسبة الكربون أكبر في الفولاذ، كلما زادت صلابته وقلت قابليته للسحب. يستخدم الفولاذ بشكل عام بالمنشآت المعمارية والجسور والحاويات، وفي أجزاء الشاحنات والسيارات والهياكل المعدنية، وكذلك في صناعة العدد والأدوات للمهن الميكانيكية والفنية والنجارة والحدادة. ويتميز بشكل عام بالمتانة والصلابة ومقاومة الصدمات والاهتراء والصدى. أنواع الفولاذ الرئيسية هي: رقم 1، منخفض الكربون، طبعا يحتوي على 25% كربون، 1% منغنيز، و5% نيكل. رقم 2، متوسط الكربون، يحتوي على 0.58% كربون، و6% منغنيز، و2% نيكل. النوع الثالث لسال ستيل، يحتوي على 0.5% كربون، و2% منغنيز، و10% نيكل، و18% كروم. ويستخدم السال ستيل في صناعة الأدوات والعدد الطبية الجراحية كالسكاكين والمقصات، وفي صناعة الشفرات ومواسير التعقيم. تأثير المعادن التي تضاف إلى الفولاذ، طبعا عندي جدول يوضح إيش، يوضح تأثير بعض المعادن اللي نضيفها للفولاذ. فعندي على سبيل المثال السيليكون، يزيد من تقصف الفولاذ. المنجنيز نسبته قليلة تزيد من متانة الفولاذ. النيكل يعطي الفولاذ خاصية عدم الصدى ويزيد من صلابته. الفسفور غير محبذ إضافته للفولاذ، يجعل الحديد سهل السيولة. الكروم يزيد من صلابة الفولاذ ويقلل من تعرضه للصدى. التنجستين والمولبدنيوم الاثنين يزيدوا من صلابة الفولاذ. عندنا الفناديوم، يساعد على تخليص الفولاذ من الغازات المحتبسة به ويزيد من متانته وقابليته للطرق. الكبريت يزيد من تقصفه وهشاشته. النوع الثالث من المواد الحديدية المعدنية، أو من المواد المعدنية الحديدية، اللي هو الحديد الزهر، اللي هو الكاست ايرون أو الكاست ايرون. طبعا سبيكة من الحديد المطاوع مضاف إليها الكربون بشكل رئيسي، يعني الحديد الزهر هو عبارة عن سبيكة من الحديد المطاوع مضاف إليها الكربون بشكل رئيسي بنسبة تزيد عن 2%.
كما يضاف إليه معادن أخرى مثل الكبريت والفسفور والمنغنيز والسيليكون. يستخدم بشكل عام لصناعة أجسام المحركات وأجسام الماكينات والآلات والمبادلات الحرارية. يضاف الكربون إلى الحديد المطوع مع المعادن الأخرى ليس بالضرورة كلها، وتسهر مع بعضها البعض ليتم سكبها حسب الطلب. المعادن المضافة تساعد في زيادة مقاومة حديد أو في زيادة مقاومة الحديد الزهر للصدأ، وتزيد من متانته وصلابته ومقاومته للتآكل. المعادن المضافة بالمقابل تجعله أكثر قابلية للكسر، ويحدث به شروخ وكسور إذا تعرض لصدمات قوية. أنواع الحديد الزهر حسب نسبة المعادن المضافة إليه. عندنا رقم 1 الحديد الزهر الرمادي، تصل نسبة الكربون فيه إلى 3.5%. يحضر الحديد الزهر الرمادي بزهر الحديد الخردة. يستخدم بصورة رئيسية في صناعة الأجزاء التي لا تتعرض لقوى شد عالية مثل الأنابيب الكبيرة وأجسام المضخات وهياكل الماكينات. وهو سهل التحضير، رخيص الثمن وسهل التشغيل. أنا رقم 2 الحديد الزهر القابل للطرق. يختلف بتركيبته عن الحديد الزهر الرمادي عن طريق إضافة المغنيسيوم والنيكل. خواصه تشبه خواص الفولاذ، بالإضافة إلى أنه أقل كلفة من الفولاذ. يستخدم لإنتاج الأجزاء التي تتطلب درجة لا بأس بها من القساوة. قابلية تشغيله جيدة كالزهر الرمادي، وسطحه أكثر استعدادا للصقل الميكانيكي. النوع الثالث من الحديد الزهر، الحديد الزهر المطوع. له قابلية الطرق كالحديد المطوع، مادة رخيصة ذات خواص جيدة، ويستخدم لأغراض عديدة مثل أجسام صناديق التروس الخاصة بنظام التوجيه في السيارة، ودواسات الفرامل، وماكينات الغسيل. قابلته للطرق ونقطة الخضوع له تقارب تلك للفولاذ اللين.